تسهيل باش نرجعوا بالزمان باش نعمل لكم سهله تسهيل في قاعده بعض دار الزمان. ناس بكري كانوا يستعملوا برشا الحشايش والعشاب ويستخرجوا منها زيوت ويستعملوها في برشا حاجات. من اقدم الزيوت زيت الكالاتوس، وكان تسالوني شنو ينفع نقول لكم انه زيت الكالاتوس باهي برشا لوجيع المفاصل، يكفي انكم تستعملوا به تعملوا به مساج لمفاصلكم ولا لخيطكم ولوجيع توقف برشا. انا بعد نهار طويل ومتعب الواحد ماذا بيا يرتاح، سهله برشا دوش سخون وحطوا نقطه زيت الكالاتوس في الدوش والبخار سخون وريحه الكالاتوس يهدي الاعصاب ويرخي العضلات. لازم ما تلقاش حل للبشرة واللي عملت لها مشكلة بنات وولاد، زيدوا نكتات من زيت الكالاتوس مع شامبوا بالمداومة تو تتنحى البشرة. ملاحظة صغيرة قبل ما نكمل، زيت الكالاتوس ممنوع على الحبالة واللي رضوا واللي عندهم ضغط الدم والا امراض مزمنة، خاطر هو وين اسونسيال. هذه هي الاستيشن تاع اليوم زيت الكالاتوس، ان شاء الله كانت مفيدة خاصة اللي جايين على ايامات برد. يعطيك الصحة، ننصح بها مهرية ابارامون صحتها برشا برشا. 25 دقيقة بعد السبعة مازلنا مواصلين معكم في مخ الهدرة.